ولنقاش هذا الملف ينضم إلينا عبر الهاتف من فيينا الإعلامي والصحفي زياد سنجري. أهلا بكم سيدي. أهلا وسهلا، حياكم الله. سيد زياد، إلى أين تتجه الأمور بعد طلب عادل عبد المهدي إرجاء مناقشة تقرير اللجنة البرلمانية لبرنامج حكومته؟ بكل تأكيد برنامج حكومة السيد عادل عبد المهدي، وبعد تسريب الكثير من الأخبار ومناقشة بعض الفقرات التي وردت في خطته، تبين للجميع بأنها خطة وهمية مبنية على كذب وعلى نسب وعلى أرقام غير حقيقية. السيد عادل عبد المهدي فشل في كل الأصعدة التنموية والاقتصادية والعسكرية والسياسية، فلم تستطع حكومته أن تقدم أي شيء ملموس يذكر للمواطن العراقي. ولربما الاجتماع أو اللقاء أو الاستضافة المقبلة للسيد عادل عبد المهدي تأجلت بسبب أنه يريد لملمة الموضوع قدر الإمكان مع بعض الكتل السياسية، خاصة الكتل التي نصبته وجعلته رئيس وزراء، علما بأنه ليس تابع لكتلة معينة بحد ذاتها، وإنما هو يعتبر الحلقة الأضعف ما بين الكتل السياسية. نعم. فقد تم التوافق عليه كشخص رئيس الوزراء، وهذا الشخص ممكن إقالته بأي لحظة، ولكن نعم. عليه أن ينفذ الخطة المدروسة له بحذافيرها، ومن بعد ذلك تتم إقالته. ولا أعتقد بأن مجلس النواب وكل الكتل الأخرى تتحرك على هذا الموضوع عمليا، وإنما تأخذ قرار يوم واحد وتستطيع إقالة السيد عادل عبد المهدي. سيد زياد، بالحديث عن هذه التكتلات، العبادي وكل شركائه في العملية السياسية يحملون المحاصصة السياسية مسؤولية تدهور العام الذي وصلت إليه الأوضاع في العراق منذ عام 2003 وحتى الآن، لكنهم بالمقابل متمسكون بهذه المحاصصة. ما الهدف من التشبث بها؟ مكاسب شخصية، مناصب ودرجات وظيفية، درجات خاصة، امتيازات، أموال، سيارات، حمايات، أموال الشعب. هذه الطريقة الوحيدة التي يمكن تمويل أحزابهم، تمويل الكتل التي التابعة لهم. الشخصيات المرشحة في كل انتخابات تحتاج إلى أموال تختل، وهذه الأموال تأتي عن طريق تلك الامتيازات وتلك المناصب. فعملية الفساد في العراق مستشرية إلى حد كبير جدا. فنحن اليوم نجد بأن توزيع مدير دائرة عندما يقوم بتوزيع مبالغ مالية لموظفيه كل شهر، وهو أقل واجب، يعتبره إنجاز وينشره في مواقع التواصل الاجتماعي، وهذا ما يحدث الآن وأشاهده في عدد من المحافظات. مدير دائرة يأخذ مخصصات بسيطة لموظف معين يعتبره إنجاز ويقوم بنشر هذا الشيء. إذا اليوم حكومة الفرهود هي من تحكم العراق بحذافير الكلمة، حكومة الفرهود. لماذا حكومة؟ كل شخص يستطيع أن يجلب بعض المكاسب له ولكتلته ولا لمرشحيه في الانتخابات، يعتبر هذا إنجاز له ويتفاخر به، علما أن هذا الأمر معيب جدا، وهي تأتي ضمن المحاصصة والتي ينبذها الجميع والتي يعمل فيها الجميع من ضمن الكتل السياسية والشخصيات التي تريد أن تحارب هذه الظاهرة، وحقيقة الأمر هم من يعملون عليها بحذافيرها. وردت أنباء حول طلب الحكومة لسنة إضافية بدل 6 أشهر لتنفيذ برنامجها في الإصلاح. ما مدى إمكانية موافقة البرلمان على مثل هذا الطلب؟ البرلمان يريد الامتيازات، أعضاء البرلمان يريدون المحاصصة، يريدون الدرجات الوظيفية. إذا تم تأمين هذا الأمر من قبل الحكومة، ربما يمددون ليس سنة وإنما سنوات. لكن البرلمان عندما يحس بأنه مغبون، وخاصة أنه مقبل على انتخابات مجالس محافظات، فأعتقد أنه سيقف في حجر عثرة في حكومة السيد عادل عبد المهدي. لكن السؤال الأهم المطروح الآن في الساحة، ما الذي فعله السيد عادل عبد المهدي ليتم إنجازه خلال عام؟ يعني يريد فرصة. لماذا؟ هو لم يبدأ مشروع حقيقي في العراق، هو لم يستطع أن يأخذ قرار واحد وينفذ من قبل أي جهة موجودة. هو اتخذ قرارات، مثلا على سبيل المثال لا الحصر،
قرار باستبعاد ميليشيا حشد لواء 30 في سهل نينوى. تم رفض هذا القرار من قبل تلك الميليشيات وأحرقت الإطارات السيارات ورفضت هذا القرار، ثم تراجع عنه السيد عبد المهدي. نعم. ما الذي فعله السيد عبد المهدي في زيارته للصين؟ ما هي نتائج زيارته؟ لا توجد حقيقة أعمال حقيقية ملموسة ليتم استمراريتها في فرصة ثانية، ولكن تمت المساومة وأخذت تلك الكتل السياسية درجات وظيفية معينة وأخذت مناصب معينة وامتيازات، فأعتقد بأنهم سيمددون، وهذا ديدن البرلمان العراقي بعد تأسيسه من عام 2004 ولحد الآن من مجلس الحكم حتى يومنا هذا. في ظل هذا التدهور الذي تعاني منه الطبقة السياسية في العراق، وفي ظل الصراع المستمر على درجات الخاصة، ما هي الدوافع التي تجعل هذه الكتل لمواصلة هذا الصراع على الدرجات الخاصة؟ هناك مكاسب شخصية، هناك رؤساء كتل يأخذون أموال طائلة من الشعب العراقي، هذه الأموال تجبى عن طريق شخصيات أعضاء مجالس محافظات، أعضاء مجالس أقضية، أعضاء مجالس نواب، مدراء دوائر. اليوم في مدينة الموصل يتم تعيين مدير دائرة وتقع عليه نسبة شهرية يجب أن يدفعها لميليشيا معينة أو لشخصية معينة نصبت ذلك المدير العام. مثلا في مدينة الموصل لدينا مدير بلدية تابع للكتائب، لدينا مدير التربية تابع لكتلة السند. هؤلاء المدراء العامون عليهم أن يدفعوا أن يعينوا أشخاص تابعين لتلك الكتل السياسية. المحاصصة تدخل حتى في داخل الدوائر بدرجة مدير قسم. لذلك نجد بأن هذه المحاصصة مستمرة، ويحتاجون تلك الأموال لكي ينفقوها أثناء فترة الانتخابات. زياد المعذرة على المقاطعة لضيق الوقت، كانت لجنة المتابعة أكدت إدراجها لمشاريع تمت دراستها فقط، إدراجها على أنها مشاريع منجزة، كيف يفسر هذا الخرق؟ بكل تأكيد تستطيعون أن تحصلوا على هذا التقرير وتناقشون هذا الأمر في وسائل الإعلام أو في جلسة مفتوحة مع أي جهة رقابية أو رقابة المالية، ونستطيع أن نتأكد بأن تلك المشاريع هي مشاريع وهمية، وإنما هي أمور، يعني مثلا الوفد الفلاني يزور إلى دولة معينة وينفق أموال. الآن إحدى أهم المشاريع أن السيد رئيس الجمهورية ذهب إلى الولايات المتحدة وحضر مجلس الأمن، يعتبرون ذلك إنجاز، وقد صرف مليونين دولار. ما هي قيمة هذه الزيارة وهذه المصاريف بالنسبة للمواطن العراقي؟ هذا المشروع يعتبروه شيء كبير جدا عندما يصرف الوفد العراقي مليونين دولار أمريكي أثناء زيارته للولايات المتحدة. فنقيس بأن الشعب العراقي اليوم تغفل للأسف الشديد، حالة غلاء موجودة، ولربما هناك دعوة لتظاهرات. تعتقد بأن الأيام القادمة حبلة بالمفاجآت، وأعتقد بأن العراقيين يجب أن يمضوا في سبيل تخليص أنفسهم أولا وتخليص البلاد من تلك الزمرة. شكرا جزيلا لك الإعلامي والصحفي زياد سنجري، كنت معنا عبر الهاتف من فيينا.